مرحبا. طقس الصيف حار ورطب مع درجات حرارة مرتفعة خاصة بالمناطق البقاعية معتدلة مساء على الجبال خاصة الشمالية، ببعبدة حرارة مرتفعة 31 درجة، ضباب على المرتفعات القريبة للساحل 29 درجة ببنت جبال، واعتدال بالحرارة بالكورة مع 28 درجة بالنهار ومتدنية مساء، حرارة مرتفعة بشتورة 33. وهلأ بدنا نحكي عن ورق العنب اللي بينقطف أخضر من العريشة وبيخزنوه ستات البيوت للمونة والطبخ، بناكله بوجبات الطعام خاصة مع أطيب جات طبولة من إيدين الأمهات. كيف رح يكون طقسنا بها اليومين؟ بنشوف سوا. نهار الأربعاء 23 أقصاها 31، نهار الخميس 23 30، ونهار الجمعة 22 أدناها وأقصاها 30. وهيدا كان كل شيء. باي.